دي المقدمة اللي بقولها لحضراتكم. ليه بقى؟ لأنه النهاردة في وقعة طرف فيها طالب إيه؟ طفل صغير في سنة أولى ابتدائي، سنة أولى ابتدائي 6 سنين تقريبا. يعني الأب بيقول إن ابنه حصل له إنه اتقطع 10 أوردة في إيده الشمال. ليه؟ السبب برضو إنه كل الكلام ده هنتأكد منه، لأنه خلينا برضو نحقق وندقق المسألة، إن مدرسة العربي بتاعت الفصل الولد كان بيتكلم مع زميله، وكان مش عارفه بيتقال ان كان معاه سبوره صغيره في ايده، فكانت عايزه تاخد السبوره دي منه بالقوه غصب عنه، فشدتها جامد اتلوت ايده فحصل اللي حصل ده. والولد دلوقتي المفترض في مستشفى الساحل التعليمي. في وقائع تانية يمكن هنتكلم فيها برضو، هنفهم الموضوع الاشتباكات او الخصومات السعريه اللي بتحصل في محافظات الصعيد واثر ده وانعكاسه على المدارس، وانه الدراسه بتتعطل وما إلى آخره. لكن الأول خلونا نطمن على حالة الطفل الصغير. اسمه أحمد، فنشوف أحمد حالته إيه وإيه اللي حصل له بالظبط. الأول معانا مدير عام مستشفى الساحل دكتور عبد الفتاح حجازي. أهلا بك يا دكتور عبد الفتاح. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني قول لي الولد لسه عند حضراتكم في المستشفى؟ لا، هو دخل يوم الخميس وعمل العملية. كان دخل بجرح قطعي في الرأس الأيسر، وقطع بالوتر القابض الكعبري والوتر القابض السطحي لكل من السبابة والوسطى والبنسر. وتم تجهيزه يا دكتور، ما هو بص المصطلحات الطبية دي احنا مش خبرة فيها، مش فاهمين. يعني الولد ماشي، ما انا اقول لحضرتك ده قطع بأوتار الرسغ الأيسر. يعني العملية اللي اتعملت دي يعني ايده بقت سليمة، دي قطع في الأوتار، دي بتبقى نتيجة لإيه؟ يعني فهمنا الموضوع معلش. هو دخل بادعاء اصابه بجسم غريب، كان جاي من المدرسه طبعا، مدرسه في امبابه، مدرسة الجمعية الشرعية بإمبابة في مدينة العمال. جاي بإدعاء إصابة بجرح قطعي بالرسغ الأيسر، وبعد استكشاف الجرح وجد قطع في أوتار الرسغ الأيسر أيوه. وبعد كده جهزنا للعمليات، ودخل عمليات عملنا له إصلاح للأوتار وعملنا اللازم كله، وعملنا له بلاغ بوليس في الدخول وبلاغ بوليس في الخروج، وحالة الطفل مطمئنة وتم خروجه بسلامة الله. يعني العملية دلوقتي إن شاء الله يا رب إيده هتبقى عادية جدا، هيتحرك بشكل طبيعي، هيحرك عادي ولا بيبقى ليها آثار جانبية بعد كده في الحركة؟ لا ان شاء الله هيتحرك بشكل طبيعي، بس ممكن يحتاج الى بعض العلاج الطبيعي يعني بعد العمليه. هو حاجه زي اللي حصلت للولد دي بيكون ايه سبب؟ يعني هل لوي الدراع، هل الشده، بتقول لي جرح وقطع، ده بيبقى اله حاده ولا مجرد العنف؟ لا بيبقى اله حاده، سكينه، مشرط، اي حاجه، هي الحاجات اللي تقطع الاوتار بتبقى حاجه يعني لها حد، يعني ليها نصل. ليها. طيب يعني اتقال لكم الولد اتقطع ده ازاي؟ اتقطع الايديه ازاي؟ او القطع اللي حصل ده كان بسبب ايه؟ يعني ايه الاله الحاده اللي تم استخدامها من المدرسه؟ لا والله الحاجات ديت بقى يعني في بلاغ البوليس بقى، هو اللي بيتحرى عن الاسباب. طيب يا دكتور، طب انتوا عملتوا بقى تقرير علشان برضو النيابه، وده يساعد بقى في التحقيقات او في توجيه التهمه كمان لو في مثل هذه الحالات. اول ما المريض بيدخل بنعمل له تقرير وبنبلغ البوليس على طول، وفعلا هو اتعمل ده تقرير بعلاج 21 يوم ولا لا؟ يعني ال 21 يوم. تبقى جنايه يعني. طب يا دكتور شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا ليك.